أيها الأخوة والأخوات، أهلا بكم في هذه الأمسية. أيها الأخوة والأخوات، أهلا بكم في هذه الأمسية وفي منتدى اليوم ومن منبر جمعية المنبر. نرحب بكم جميعا لحرصكم على حضور فعالية واقع العمل النقابي وآفاقه. وكما تعلمون، المنتدى ينظمه التيار الوطني الديمقراطي المكون من الجمعيات الثلاث: وعد والمنبر التقدمي والتجمع القومي. كبادرة طيبة وجيدة، نأمل أن تتطور إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق لنشر الثقافة المجتمعية. في أمسية اليوم أيها الحضور، نستضيف كل من الأخ محمد والمساعد مسؤول المكتب العمالي بجمعية العمل الديمقراطي وعد، وسيتحدث عن القضايا القانونية والتحديات التي تواجه الحركة النقابية والعمالية في البحرين. فيما يتحدث الأخ جواد المرخي رئيس قطاع النقابات العمالية والنقابية بالمنبر التقدمي عن تاريخ ومسيرة الحركة النقابية في البحرين. واسمحوا لي أن أذكر باختصار شديد عدداً من القضايا التي تراود ذهن المتتبعين لملفات العمال والنقابات في البحرين. يلمحون بوضوح وجود وظائف غير مناسبة وعدم توفر الحد الأدنى من الأجور أو نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى حق المرأة في العمل ومساواتها بالرجل في الراتب والإجازات المرضية وفترة الرضاعة وحصول كل عامل على تعويض مجزي ومنصف في حال الفصل وتوفير بيئة آمنة للعملية الإنتاجية وغيرها من التحديات، كإنشاء نقابات جديدة وإعداد كوادر نقابية للمستقبل. لا أريد أن أطيل أكثر عليكم في هذه المقدمة، وأترك التحدث للأخوين والأستاذين محمد وجواد ليسلط الضوء على هذه المحاور. فليتفضل أولاً الأستاذ جواد حول تاريخ الحركة النقابية في البحرين. شكراً رفيق. حقيقة وضعت عناوين عديدة يعني، وأنا شفت كلها مرتبطة بحيث أن ممكن أتحدث شيء عن تاريخ الحركة العمالية، لكن ربما أنا أتجاوز لأن الآن 8:30، وبالتالي يعني أخذ فقرات أو عناوين الإشارة لها وهكذا بحيث نستفيد من الوقت. حقيقة لا يمكن أن نتحدث عن دور وواقع الحركة النقابية بعيداً عن دور وواقع الحركة العمالية بشكل عام، وهذا هو يعني المتبع على المستوى الدولي أيضاً، لأن الحركات النقابية ما هي إلا وليدة للحركة العمالية، بحيث أن حجم ودور الحركة النقابية مرتبط ارتباطاً وثيق بالأنشطة للطبقة العاملة ومدى قوتها وتأثيرها في محيط الجماهير العمالية، وهذا أيضاً له ارتباط مباشر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعيشها الطبقة العاملة في أي بلد كان. ولكل تحركات عمالية ونقابية يعتمد على بعض الخصوصيات لهذا البلد أو ذاك،
هذا بالرغم من تشابك يعني المصالح والمطالب للعمال، ثم أن يعني الظروف والأوضاع التي تعيشها الطبقة العاملة في أي بلد ما له انعكاس مباشر على دور الحركة والأنشطة النقابية. إذا هناك للطبقة العاملة دور إيجابي، أيضا رايح ينعكس على دور الأنشطة النقابية، والعكس يكون يعني سلبي. حقيقة كلما تزداد في المجتمعات وتيرة الديمقراطية في أي بلد كان، لابد سوف تتوفر المساحات من الحرية التي من خلالها يستطيع المجتمع المدني أن يتحرك بشكل إيجابي، وهذا سوف يكون أيضا من خلاله للطبقة العاملة دور فاعل وبارز في وسط هذا المجتمع. أما إذا المجتمع يعني أي مجتمع إن كان أصبح يرزح تحت الضغوط السياسية والعقائدية، ويعني خصوصا في مسألة تغييب دور المجتمع المدني، ولأن تغييب دور المجتمع المدني لا يعطي إيجابيات لأي تحرك كان في وسط المجتمع المدني، لأي فئة معينة، لأي طبقة معينة. يعني إن مسألة الخوف والقمع والتهميش، هذه كلها عوامل يعني تساعد على تغييب يعني دور الحركة العمالية، وينعكس مباشرة على نوعية العمل النقابي. لابد أن نشير إلى واقع يعني الطبقة العاملة في الوطن العربي، كان إحنا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير. حقيقة الكل يعرف بأننا نعيش واقع عربي جدا مؤلم وصعب في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذه يعني خصوصيات يعيشها المجتمع العربي. هذا لا يساعد على يعني اعطاء فرصه للطبقه العامله وايضا النقابه كي تتحرك بشكل سلمي ومن اجل يعني وضع المطالب بشكل ايجابي. انا اليوم الوطن العربي يعني الطبقه العامله ولا الحركه النقابيه هناك من يهتم فيها وفي مشاريعها، او يعني اصبح اكثر التحركات العماليه والنقابيه شبه مجمده، وايضا هناك ملغيه تقريبا في بعض البلدان العربيه، خصوصا البلدان التي تعيش يعني دمار شامل. لا نريد ان نتحدث كثيرا في هذه المساله. في هذه الاوضاع لا يمكن ان تتحقق الأهداف والمطالب النبيلة للحركة العمالية التي تنعكس على واقع الحركة النقابية بشكل إيجابي. والأخطر ما في ذلك أعتقد على الحركة النقابية هو يعني يجب أن نتطرق إليه، وهو الاختراق من قبل صنوف يعني الانتهازية. والانتهازيات تنمو وتترعرع في مثل أوضاعنا العربية اليوم، تعمل بشكل لمصالحها. هذا شيء يعني تاريخيا لما نقرأ عن تاريخ الحركة النقابية العالمية فهو هذا موجود. وبالتالي يعني من 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 المصالح الأساسية بالنسبة للعنصر الانتهازي في وسط الحركة العمالية أو النقابية هو يعني جر الحركة النقابية أن تكون
مطاوعة لصالح أرباب العمل أو الأنظمة، أو وفي نهاية المطاف هي يعني تعطي فرصة للشخصيات النقابية الانتهازية أن تتاخذ دورها وتبني حياتها على حساب الحركة النقابية، اللي المفروض القائد النقابي أو الكادر النقابي أنه يعطي كل ما يستطيع أن لصالح الحركة النقابية. أحيانا في أوضاع نحن تقريبا قد إذا يعني الانتهازية تعمل على يعني تدني مستوى المطالب أو حتى أحيانا التغاضي عنها، يعني وتجعل من العمال في هذه المؤسسة أو تلك يعني ناس يعيشون أوضاع يعني الأمل والنظرة للمستقبل الأفضل وكذا يعني مغيبة. أيضا مثل هذه الظروف حتمية تساهم في غياب يعني الحقوق والمطالب، ويصبح احيانا تصبح احيانا مثل هاي المطالب للطبقه العامله في طي النسيان، ودورها في وسط المشروع يصبح غير فاعل، لا تستطيع ان توحد صفوفها في المطالبه في شيء ما يعني مطلب اساسي، لانه يعني معروف ان يعني الحركه العماليه بالنسبه للوطن العربي يعني كان لها ادوار جدا يعني مضيئه في صفوف المجتمعات العربيه، خصوصا ابان فتره النضال التحرري على مستوى الوطن العربي كان للطبقه العامله دور بارز جدا، وقد يعني ارتبطت الطبقة العاملة بأفكار مختلفة في سبيل أنه تحرر من صنوف الاستغلال والاستعباد، وكانت لها أفكار مختلفة خصوصا مع القوى التي كانت تحتضن الطبقة العاملة. اليوم احنا نرى يعني أنه التيارات يعني الأخرى التي لا تستطيع أن تناضل من أجل حياة أفضل في صفوف الطبقة العاملة أو من أجل مصالح الطبقة العاملة ولا الحركة النقابية، لكن هذه هو الحاصل على مستوى الوطن العربي، وبالتالي هذه هي موجة من التغيير، أحيانا يأتي التغيير جيد وأحيانا يأتي بانعكاس شديد ليس في مصلحة الطبقة العاملة. وأنا مثل ما قلت يعني أمكن أنا حين قاعد أطوف أسطر، لا أريد أن أتحدث كثيرا لأن الوقت يداهم، ولكن هذا ايضا لا نستسلم احنا، انه دائما الموجات تاتي وهذه ليس الطبقه العامله والحركه النقابيه تتاثر بهذه الاوضاع، انما حتى القوى الوطنيه في الوطن العربي. ناتي اذا تحدثنا عن هذا المجال بالنسبه لنضال الطبقه العامله في صفوف القوى الوطنيه والاحزاب، نأتي بسرعة يعني القوى السياسية واستقطاب جماهير العمال. هناك يعني أعتقد يعني بعض القوى السياسية يعني على مستوى العالم هي تعتقد نظريا أن تحرير المجتمعات تحريرا تاما من صنوف الاستغلال البشع يأتي مباشرة عبر تحرير جماهير الطبقة العاملة وسائر الكادحين. هذه يعني أفكار سياسية موجودة، بحيث أن تبقى العلاقات بين هذه القوى والحركة العمالية والنقابية لها ارتباط وثيق. يعني أيضا هناك سبب آخر لاستقطاب جماهير العمال من قبل بعض القوى السياسية أو كل القوى السياسية والمجتمعية، وهذا يتمثل في أن حجم الجماهير العاملة في العالم هو دائما يمثل الأكثرية الغالبة، وهذا ما يعطي يعني
للطبقة العاملة وسائل الكادحين أدوار مختلفة في المشاركة في الأنشطة السياسية. وأيضا أن جماهير الكادحين هم في المقدمة الذين يتعرضون مثل ما تطرقنا إلى صنوف الاستقلال والقهر والظلم، وهذا يعني يصبح مكسب للقوى السياسية التي يعني تساهم بشكل إيجابي في الدفاع عن مصالح العمال. العمال أيضا هم يتقربون لهذه القوى، إلا أنه أحيانا يعني جماهير الطبقة العاملة أحيانا هي نتيجة للظروف المختلفة خصوصا الصعبة أن ممكن تتقرب إلى 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 بعض القوى حتى المعادية لمصالح الطبقة العاملة. وبالتالي يعني جماهير العمال ليس هم يعني مختصين، لا، هم العامل مثل الفلاح مثل المثقف مثل الطالب مثل جماهير المرأة، فلهم مشاعر لهم كذا. وخصوصا كلما عاشوا ظروف صعبة وأنا أجي وأقول لهم بكرة رايحين أنتم تتخلصون من هذه الظروف، لا يترقبون من أحد يأتي بطرق يعني التوعية، وأنت لازم تفهم مسارك نضال طبقي ونضال اجتماعي، لا، أنا بتخلص من الظروف. وبالتالي العامل يرتمي في أحضان حتى القوى المعادية، وهذا الشيء يعني صعب جدا وتعاني منها جماهير العمال. يعني أيضا أن تاريخ الحركة العمالية يؤكد على دور العمال في النضال المستمر، هاي نقطة يعني أؤكد عليها، ما في اليوم هنا قليل وهناك، لكن الطبقة العاملة دائما من بزوق الفجر يعني ظهور الطبقة العاملة إلى اليوم أنه في يعني نضال مستمر ويتغير، نعم مع تغير الأفكار ولا آخر شيء، لكن يبقى ليش؟ لأن جذور الصقي هو أساس في الحياة، يعني دائما يعني العمال هما جزء مستهدف من قبل يعني الاحتكار الرأسمالي ومن يتعامل مع الرأسمال، ومو بس يعني صراع طبقي، أيضا تتأثر من الصراع المجتمعي الصراع السياسي، وبالتالي هني تبقى حيوية الطبقة العاملة لأن هي لا تكون مستكينة، لا، هي تشارك دائما في الكثير من التحركات. وعليه لعبت الطبقة العاملة بقياداتها وكادرها أدوار عظيمة يعني على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي، ولقد ساهمت يعني قيادات وكوادر الطبقة العاملة في تأسيس أحزاب مختلفة، وهذا الشيء يعني موجود في تاريخ الحركة العمالية العربية والعالمية أيضا. أنا بأتي سريعا أيضا على أساس بروز الحركة النقابية في السبعينات من القرن الماضي، حقيقة هذا ضروري أن أشيرها أيضا سريع. طبعا نتيجة في هذه الفترة هو نتيجة يعني لنضال الطبقة العاملة في البحرين على مدار عقود من الزمن من أجل حياة كريمة ومقارعة الاستبداد، وخصوصا في فترة السبعينات الطبقة العاملة بدأت حجمها يتكون يكبر كما ونوعا، وبالتالي في السبعينات كان يعني الطبقة العاملة فعلا لعبت دور عظيم جدا في الحياة يعني الوطنية والسياسية والمجتمعية. يعني أيضا الطبقة العاملة اكتسبت الوعي الكافي، وهذا مهم والمتميز آنذاك، استطاعت أن يعني تنخرط في الأنشطة الوطنية من أجل التغيير والتجديد ومن أجل الحقوق، وليس العمالية إنما حتى الحقوق الوطنية ومنها السياسية. طبعا
مع بداية السبعينات يعني كان بروز واضح يعني لدور الطبقة العاملة الحيوي. وقد يعني في تلك الفترة صعدت الحركة العمالية من نضالاتها اليومية، يعني هذا في السبعينات، ببداية السبعينات إلى أواخر يمكن 74، راح نشير إلى بعضها. يعني كانت المسيرات والاحتجاجات والأضرابات، وكانت المطالب يوميا ترفع من أجل رفع الأجور المتدنية وضد وتحسين ظروف العمل وضد سياسة الفصل التعسفي الذي كانت تعاني منه الطبقة العاملة. وعلى رأس تلك المطالب كان أحقية عمال البحرين في تشكيل النقابات العمالية. يعني وصل هذا الوضع إلى مرحلة حقيقة الاستقلال الوطني ودستور 73. طبعا كانت تلك مرحلة مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية وأيضا الحركة العمالية في البحرين. هذا بعد أن خرج الوطن من وصايا المستعمر البريطاني وبروز الوزارات والمؤسسات الوطنية والانفراج في ظل يعني دستور 73، هناك اشتد يعني ساعد الطبقة العاملة وأيضا المدعوم بقوة من قبل الوطنية آنذاك بوتيرة عالية، وكان في سبيل تحقيق المطالب الديمقراطية وإعطاء الشعب المزيد من الحريات والحقوق. ومن ضمن هذه المطالب يعني ليس للقوى للطبقة العاملة إنما للقوى الوطنية أنا ذاك كان يعني ضرورة تأسيس النقابات العمالية. والشيء اللي دعم هذه هو يعني كتلة الشعب في المجلس الوطني المطالب. هكذا كان شعب البحرين يعني والحركة الوطنية قد عاشوا نشوة الانتصار لكتلة الشعب الذي ساهم في دعم القضايا العمالية. حقيقة برزت يعني الحركة العمالية وتأسست آنذاك يعني في 74 بشكل علني نقابة الصحة والكهرباء ونقابة القلب ونقابة الإنشاء، لأنه يعني للأسف الشديد كان صعوبة يعني بدأت الصعوبات هو مع الانقلاب على دستور 73 وضرب الحركة الوطنية آنذاك ومعها الحركة العمالية. وطبعا هذا حطم الآمال للقوى آنذاك السياسية والحركة العمالية، وخصوصا بعد الهجمة على يعني في بعض يعني إغلاق البرلمان ورفع العمل بالدستور 73 واستبداله بقانون أمن الدولة الذي ساهم في إدخال الوطن آنذاك إلى موجة من يعني الاضطهاد، و ساهم في ذلك يعني إغراق المجتمع ب يعني الهدوء وجعل الناس تهدأ وتركن، برغم أن هذا كان مطلب أن الديمقراطية آنذاك تأخذ يعني مجراها وتطور في سبيل يعني ان القوى يعني الوطنيه والعماليه تاخذ دورها في وسط المجتمع المدني ويتطور مجتمعنا في البحرين الاخر. يعني وصلنا بعد هذه الضربه في 73 الى فتره زمنيه كان هناك من يعمل في السر ومن كذا والاخر شيء، إلا أنه بعيداً عن مسألة النقابات ولا يسمح لتأسيس النقابات أبداً. إلا دخلنا في مرحلة تأسيس اللجان العمالية آنذاك، كان في تلك المرحلة يعني قد تواصل نضال الحركة الوطنية أيضاً والكوادر العمالية من أجل المطالبة بحقية تشكيل النقابات.
حينها قد ارتأى المسؤولين آنذاك يعني بوضع حلول لتلك المطالب، على الأقل امتصاص يعني تحركات العمال هنا وهناك، و يعني لا اوكي هذا انا قاعد اختصر اطوف ترى عدل يعني. المهم خلنا نختصر على قولة الرفيق. المهم يعني بدا تاسيس اللجان العماليه وفي 1982، وبعد ذلك تاسست اللجنه العامه يعني العمال البحرين في 1983، وعلى اثر ذلك انا اعتقد حدث خلاف في صفوف الحركه العماليه، من ارتأى بان هذا هو يعني الحاصل، وناس قالوا لا النقابات هي يعني المفصل. يعني عموما عشنا فتره زمنيه في ذيك الفتره والصراع مستمر وظروف صعبه عاشتها القوى الوطنيه. دخلنا في ميثاق العمل الوطني، اعتقد في هاي مع ميثاق العمل الوطني اصبح فيه انفراج، وقد حصل يعني الكثير من التغيير. وفي 2002 يعني شرع بجواز تأسيس النقابات العمالية، ولكن فقط في القطاع الخاص، يعني كانوا يعني متجاهلين القطاع العام مثل ما هو اللجان العمالية، يعني بس فقط في القطاع الخاص، وكأن شيء دعوة على القطاع العام إن ما في نقابات. وفي تلك المرحلة أيضا قد نشب بعد خلاف يعني بسيط في صفوف الكوادر العمالية والنقابية، خصوصا بعد يعني تحويل اللجنة العامة لعمال البحرين مباشرة إلى الاتحاد، وهذا جزء من التاريخ. المهم أساس ما أطول، أنا الحين قاعد أطوف وايد. المهم خلنا الحين واقع الحركة. لا حبيبي تسلم، لا أنا بروحي مقدر هذه واقع الحركة النقابية الحالي. إحنا لابد أشير فيه شوي. حقيقة واقع الحركة العمالية الحالي النقابية الحالي هو إن الحديث عن واقع الحركة النقابية الحالي في البحرين قد يعطي فيه أكثر من وجهة نظر، يعني حسب رأي الكثيرين فهناك نشطاء في الحركة النقابية العمالية لهم آراء مختلفة في هذا الجانب. يعني أنا أعتقد واقع الحركة النقابية في البحرين ليس هو أفضل من واقع الحركة النقابية في الوطن العربي لأسباب عديدة، نتيجة الظروف والمشاكل الأخرى. أيضا جزء الحركة النقابية لا يمكن أن تكون قوية وتنمو ويكون لها دور في غياب العدالة الاجتماعية والإخفاق في تطوير الديمقراطية في البلدان العربية، خصوصا في البلدان التي فيها يعني الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات والحريات وتقليص المساحات للمجتمع المدني الذي يجب أن يلعب دور فيه. لأننا في البحرين قد نشير إلى شيء يعني نحن نتشارك فيه مع دول المجلس التعاون، وهو حقيقة تغييب دور الحركة الوطنية في الخليج. الحركة الوطنية في الخليج تماما يعني مغيبة بشكل قد يكون ممنهجة أيضا في بعض البلدان، يعني ما في موجود. يعني أنت لما تجيب بالملايين عمالة وتفرضها على العمالة الوطنية خلاص أنت فتشت هني ما أعطيتها مجال. يعني إحنا في البحرين لآخر معلومة بالنسبة في عام 2016 حجم العمالة الوطنية في البحرين 160,000، بما أنه حجم العمالة الأجنبية هو 5,095,000، ووصل الحين إلى يمكن 6,000، ها؟ 595,000، فآخر ما قرينا بنوصل 60,000، وبالتالي 600,000. نعم، وبالتالي في ظل إغراق البلد بهذا الكم من العمالة، أنت وين تحرص أنه يصير دور للطبقة العاملة الوطنية كي تأخذ
يعني عافيتها وقوتها وتمارس وتبني نقابات قوية وتشارك. هذا شيء صعب طبعا. جواد نكتفي. نكتفي بس آخر شيء أنا انتهيت طبعا أنا طوفت. يجب أن أقرأ تطلعات يعني أنا أعتقد يعني آفاق وتطلعات المستوى الحركة النقابية جيدة. أنا أعتقد أستطيع أن أقول بأن يعني على الكوادر والقيادات النقابية أن تعمل على يعني بناء نقابات عمالية مستقلة بعيدا عن ما هو حاصل من انشطار يعني طائفي ومجتمعي، لأن يجب أن تكون مصالح الطبقة العاملة بعيد عن حتى مصالح الحركة السياسية، وهذا شيء مهم جدا. ونتمنينا أن التعددية يساهم في هذا المجال في إعطاء استقلالية للحركة العمالية، ولكن للأسف الشديد أن التعددية يعني بنت إلى أضعاف الحركة النقابية حقيقة. إذا عندك نقابتين هما يتنافسون في صراع بعيدا عن مصلحة العمال في هذه المؤسسة أو تلك، وهذا أيضا شيء صعب جدا من ما حصل. طبعا أنا أستجيب لجيب مالها واسمحوا لي يعني على الاختصار. شكرا لكم. شكرا لك. يعطيك العافية حبيبي أستاذ محمد مساعد. نرجو أن لا تكون مثل يعني الأستاذ رائد، يعني نقابي رائد وإحنا يعني مبتدئون. بداية نشكر الأخوة في المنبر التقدمي على تنظيم هذه الندوة وتنظيمها تحت مظلة التيار الديمقراطي، وأعتقد أن هذا شيء جيد وجميل، لأنه يعني الإعلان عن الندوة ساهم في نشر أو في تداول يعني مصطلح التيار الديمقراطي، وأعتقد أن احنا يعني يجب أن نبني عليه من أجل يعني تأصيل هذا التيار في مجتمعنا. طبعا رفيقي يعني أسهب في أو في استعراض تاريخ وتشخيص بعض أمراض هذا الحراك النقابي العمالي، بس يعني أنا أيضا لابد لي من يعني مقدمة صغيرة للولوج إلى أو التحدث عن تحديات الحركة النقابية. بعد نحو 7 عقود من النضال العمالي والمطلبي النقابي، أي منذ اكتشاف النفط في عام 1932، تقطف الطبقة العاملة البحرينية ثمار هذا النضال المعبد بالتضحيات بصدور المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية، صادر في 24 سبتمبر 2002. وقد سبق صدور القانون أن أثمرت الإرادة العمالية عن تغيير اسم اللجنة العامة لعمال البحرين للاتحاد العام لعمال البحرين، وذلك في 22 مايو 2002. ومن ثم بعد صدور قانون النقابات تم تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 14 يناير 2004 بمشاركة نحو 40 نقابة عمالية آنذاك. تتابع تأسيس النقابات العمالية في القطاع الخاص والحكومي، حيث بلغ عدد النقابات 57 نقابة في 2007، ثم ارتفع العدد إلى 76 نقابة في 2010. وقد تشكلت 6 نقابات في القطاع الحكومي، وهذه القطاعات هي البريد، الصحة، الأشغال، الكهرباء، التأمينات الاجتماعية، والقطاع المدني في وزارة الداخلية. لكن الحكومة لم تعترف بها ومنعت التشكيل في القطاع العام في تفسيرها المتعسف للمادة 10 من قانون النقابات. الآن سأستعرض يعني بعض التحديات. واجهت الحركة النقابية العديد من التحديات منذ تأسيسها، مروراً بأحداث فبراير 2011 وتداعياته الجسيمة ولحد الآن، وهذه التحديات مرشحة للتصاعد في المستقبل القريب في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتضخم الدين العام ووقعهما على الواقع العمالي وتعطيل تهميش التمثيل العمالي في المؤسسات الرسمية والهيئات والمجالس النوعية وغياب البعد الاجتماعي في صنع السياسات الاقتصادية للبلاد. ونورد هنا بعض هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر. 1-
خلق المعوقات لتحجيم العمل النقابي. بعض الجهات الرسمية لم يعجبها أن ترى الحراك النقابي يأخذ مكانه الطبيعي في ظل أجواء الانفراج السياسي بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي ظهر مع تزايد وتيرة تشكيل النقابات، فلم تكن تمر سنة واحدة على صدور قانون النقابات حتى بدأ التخطيط لتحجيم الحراك النقابي، وكان ذلك بقيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار التعميم رقم 1 لسنة 2003 ليصادر بذلك حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، أي العاملين في القطاع العام في القطاع الحكومي، يصادر حقهم في تأسيس النقابات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما مثل تعد على حق قانوني ودستوري أصيل، وقصر حقهم فقط على الانضمام إلى النقابات التي يؤسسها العاملون المخاطبون بأحكام القانون بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والعاملون المخاطبون بأحكام القانون البحري، وبذلك يخالف المادة 10 من قانون النقابات. ماذا تقول المادة 10 من قانون النقابات؟ للعمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها. يتعلل ديوان الخدمة المدنية بالفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي استخدمت مفردة حق الانضمام في تبريره منع تأسيس نقابات في القطاع الحكومي، وهذا التبرير مرفوض ويعتبر باطلاً لعدة أسباب. رقم 1، التعميم المذكور يتعارض مع المادة 2 الفقرة جيم من قانون النقابات، والتي تنص على أن أحكام القانون تسري على العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. المادة 2 بالنص تقول: تسري أحكام هذا القانون على ألف العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. وبما أن القانون يسري على الفئات الثلاث، فهذا يعني أنهم يتمتعون بنفس الحقوق وتسري عليهم نفس الواجبات، وخلاف ذلك يعتبر تمييز. وبما أن رقم 2، التعميم باطل لأنه لا يمكن أن يعلو على القانون، بل هو لا يصل إلى مستوى قرار حتى. 3، التعميم يتعارض مع المادة 27 من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية والأهداف المشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. 4، التعميم يخالف الاتفاقيتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، المادة الثانية، والتي تنص على الحق النقابي في القطاعين العام والخاص وعدم التمييز بينهما، وكذلك تعارض مع الاتفاقية رقم 98 الخاصة بمبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، واللتان تعتبران ملزمتان لحكومة البحرين وإن لم تصدق عليهما، كون البحرين عضو في هذه المنظمة الدولية ودستورها ينص على احترام مبادئ الحقوق والحريات العامة. هذا التعميم ما زال يحرم أكثر من 66 ألف عامل وموظف في القطاع الحكومي من حق التنظيم والتفاوض في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. من بعض التحديات أيضاً التي تواجه الحراك النقابي استهداف النقابيين. افتخر قانون النقابات على الحمائيات النقابية، ما شكل ثغرة استغلها بعض أصحاب العمل والشركات لاستهداف النقابيين وممارسة التعسف بحقهم وصولاً إلى الفصل من العمل. فقد كان هناك نحو 10 نقابيين مفصولين قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي
رقم 23 لسنة 1976 الذي أضاف مادة 110 مكرر إلى القانون، والتي نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110 من هذا القانون أي 1976 لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي، على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ما ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي. كما أن قانون العمل الجديد رقم 36 سنة 2012 أوجد المادة رقم 104 الفقرة باء، والتي تنص على إعادة العامل المفصول تعسفيا بسبب نشاطه النقابي إلى عمله. إذا وضعنا جانبا تداعيات 2011 وما جرى من فصل لآلاف العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنهم العديد من النقابيين، نجد أن الاستهداف لم يتوقف حتى بعد وجود النص القانوني وتوقيع الاتفاق الثلاثي وعودة غالبية المفصولين إلى أعمالهم. إلى هذه اللحظة ما زال هناك 5 رؤساء وأعضاء مجالس إدارة نقابية ما زالوا مفصولين، ولم تنجح كل الجهود المبذولة لإرجاعهم إلى أعمالهم رغم وجود القانون ونص القانون الذي يعني يجرم ذلك ويطالب بعودتهم. هذا فضلا عن أن العديد من النقابين الآخرين الذين فصلوا من وتم توظيفهم في شركات أو مؤسسات أخرى برواتب وامتيازات أقل، أو أجبروا على قبول تسويات مجحفة بسبب الظروف المعيشية الصعبة. ومن ضمن التحديات أيضا التعددية. التعددية في الحقيقة خلقت تحدي آخر. وجدت التعددية النقابية بإرادة الطرف الحكومي كأحد إفرازات الأزمة السياسية في 2011، ولم تكن يوما مطلبا عماليا أو نقابيا. بعد تعديل قانون النقابات في 2012 والسماح بالتعددية النقابية في المنشأة الواحدة، وجدت حالة من الاصطفاف وتشكلت نقابتين أو أكثر في بعض الشركات. التعددية لا تتلائم مع الواقع العمالي في البحرين، حيث حجم النقابات صغير نسبيا بالمقارنة مع الدول ذات الكثافة السكانية أو القوى العاملة وكذلك الرقعة الجغرافية. تفتيت وحدة النقابات وإيجاد منافسة بينهما كما تطرق له الرفيق جواد منذ قليل من شأنه تهديد استقلاليتها وإضعاف لقدراتها التفاوضية مع إدارات الشركات وأصحاب العمل في القضايا المطلبية المعنية بشروط وظروف العمل والمكتسبات. لذلك فإن التعددية على هذا النحو يكون المستفيد منها أصحاب العمل والحكومة. لكن وجدت حالة، سأشير هنا إلى أنه وجدت حالة واحدة استثنائية في هذا السياق، حيث استفاد العمال في إحدى المنشآت الصناعية الكبرى من التعددية وقاموا بتأسيس نقابة ثانية بإرادة عمالية خالصة، وذلك بسبب ظروف موضوعية قاهرة، حيث مثل الواقع العمالي والنقابي والإداري آنذاك حالة غير صحية واستثنائية في تلك المنشأة. المفاوضة الجماعية من التحديات أيضا هي المفاوضة الجماعية. لم يعد العديد من الشركات وأصحاب العمل يلتزم أو يكترث لآلية المفاوضات الجماعية مع النقابات، والتي تم الاتفاق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل، غرفة التجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتراجع الحوار الاجتماعي أو تلاشى، وخصوصا بعد أحداث فبراير 2011، وبات العديد من القضايا النقابية معلقة بدون حلول حقيقية وعملية، كما أن بعض القضايا وصلت إلى طريق مسدود وتم تحويلها إلى القضاء ليفصل فيها، وهذه بطبيعتها عملية تأخذ زمنا طويلا في استنفاد درجات التقاضي. أيضا من ضمن التحديات ضعف التمثيل النقابي أي الانتساب إلى النقابات. بلغ حجم القوى العاملة في القطاع الخاص حسب إحصائية هيئة سوق العمل للنصف الثاني من عام 2016 بلغ 577,000. طبعا يعني رفيقي استعرض يعني إحصائية حديثة.
منهم 103,000 بحريني و 474,000 غير بحريني. هؤلاء يحق لهم حسب القانون تأسيس نقابات لهم في أماكن العمل، غير أن المنتسبين فعليا في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3% من القوى العاملة، أما بالنسبة إلى العمالة الوافدة فلا يتجاوز 0.5% من مجموع العمالة غير البحرينية. لا شك أن هذه نسبة متدنية جدا بالنسبة إلى مجتمع لديه حركة عمالية نقابية رائدة في حركه النضالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولهذا عدة أسباب، منها الزمن القصير نسبيا للعمل النقابي في البحرين، العمل يعني بعد صدور القانون 15 سنة، الذي بدأ مع صدور القانون المرسوم بقانون رقم 33 سنة 2002 بشأن النقابات العمالية، وكذلك تصدي أصحاب العمل وإدارات الشركات النشاط النقابي باستخدام سياسة الترهيب من خلال الاستهداف والتهميش والمضايقات والحرمان من الترقي الوظيفي للعمال المنخرطين في هذا النشاط، وصولاً إلى الفصل التعسفي، وكذلك فصل عدة آلاف من البحرينيين بعد أحداث فبراير، يعني مضطر أن أعود إلى فبراير لأنه يعني تداعياته جسيمة يعني وآثاره جسيمة، وكذلك فصل عدة آلاف من البحرينيين بعد أحداث فبراير 2011 بسبب النشاط النقابي، أدى إلى تقلص العضوية النقابية بشكل كبير، وما زالت تداعيات 2011 والخوف الناشئ عنها تمنع الكثير من العمال من الانتساب إلى النقابات. أيضا هذا التحدي أثر على التمثيل النقابي في المؤسسات والهيئات الرسمية. كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تمثيل في المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالعمل والعمال، مثل هيئة والتدريب، مثل هيئة التأمينات الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل تمكين، اللجان المشتركة بين الاتحاد وكل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية، وإن لم يكن يعني تمثيلا متكافئا من ناحية العدد، يعني كان في ثلاثة ممثلين على العمال و الباقي كان إلى الحكومة وإلى غرفة تجارة صناعة البحرين. غير أن هذا التمثيل قد تم تعطيله بعد أحداث فبراير 2011 وما زال معطلاً في أغلب وأهم هذه الهيئات. زد على ذلك فإن إعادة التمثيل في هذه الهيئات أصبح أقل بعد قانون التعدد النقابية ودخول اتحاد آخر إلى ساحة العمل النقابي، ما نتج عنه تقسيم المقسم وأضعاف الحوار الاجتماعي في المجالس الثلاثية. هذا التعطيل لممثل العمال نتج عنه استفراد في وضع السياسات الاقتصادية البعيدة عن الحماية الاجتماعية للعمال البحرينية، وإصدار قرارات مثل قرار البحرين الموازي وعقد العمل المرن، زادت من مخاوف الطبقة العاملة البحرينية في فرص العمل ومستوى الأجور والتفريط بالأموال التأمينية للمتقاعدين. تقريبا يعني انتهيت. هذه بعض التحديات الراهنة للحركة النقابية. بالطبع يعني هناك ما يجب أن نقوم به أو ما يمكن القيام به من أجل الانتقال بهذا الواقع. إذن للتصدي للتحديات الذاتية والموضوعية للنهوض بمكانة الحركة النقابية لتكون شريك متكافئ مع طرفي الإنتاج، حكومة وأصحاب عمل، في صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي، لا بد من القيام بعدة أمور يأتي في طليعتها: واحد، إطلاق حوار اجتماعي جاد بين أطراف الإنتاج للانتقال بالواقع العمالي والنقابي إلى وضع أفضل، وتقع على الدولة مسؤولية توفير المناخ السياسي والأطر القانونية والحماية النقابية التي تمكن ممثلي العمال وأصحاب العمل من التحاور والتحدث بحرية، وهذا يتطلب قيام الدولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بالحوار الاجتماعي والحق والحماية النقابية، وهي: واحد، اتفاقية رقم 87 المعنية بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي،
ونقصد هنا اتفاقات منظمة العمل الدولية. اتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. اتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال. اتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي. اتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية. أيضا يجب العمل دون تأخير على زيادة العضوية والتمثيل النقابي من خلال تشكيل النقابات العامة لاحتواء العمال في القطاعات الغير ممثلة حاليا، وتجاوز تعميم أو معوق ديوان الخدمة المدنية لتمكين العمال في القطاع الحكومي من الانضمام إليها. وقد شرع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذه الخطوة بعقد مؤتمر التنظيم النقابي الأول في القطاعين العام والخاص الذي عقد في 14 يناير الماضي. مع استمرار المطالبة بإلغاء هذا التعميم، وهذه مسؤولية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ثالثا، إنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، العمال، وذلك لإعداد الدراسات ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية والتشريعات التي تراعي البعد الاجتماعي وتحقق التنمية المستدامة ومصالح جميع الأطراف بشكل عادل. أربعة، تشكيل مجلس أعلى للأجور يتم من خلاله دراسة التضخم وارتفاع الأسعار ومراجعته بشكل دوري ومقارنته بأجور العمال للعمل على وضع حد أدنى للأجر. أشكركم إلى استماعكم وشكرا جزيلا. تهميش التمثيل العمالي في المؤسسات الرسمية والهيئات والمجالس النوعية وغياب البعد الاجتماعي في صنع السياسات الاقتصادية للبلاد، ونورد هنا بعض هذه التحديات على سبيل المثال لا الحصر. واحد، خلق المعوقات لتحجيم العمل النقابي. بعض الجهات الرسمية لم يعجبها أن ترى الحراك النقابي يأخذ مكانه الطبيعي في ظل أجواء الانفراج السياسي بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني والذي ظهر مع تزايد وتيرة تشكيل النقابات، فلم تكن تمر سنة واحدة على صدور قانون النقابات حتى بدأ التخطيط لتحجيم الحراك النقابي، وكان ذلك بقيام ديوان الخدمة المدنية بإصدار التعميم رقم 1 لسنة 2003 ليصادر بذلك حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية، أي العاملين في القطاع العام في القطاع الحكومي، يصادر حقهم في تأسيس النقابات داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما مثل تعد على حق قانوني ودستوري أصيل، وقصر حقهم فقط على الانضمام إلى النقابات التي يؤسسها العاملون المخاطبون بأحكام القانون بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي والعاملون المخاطبون بأحكام القانون البحري، وبذلك يخالف المادة 10 من قانون النقابات. ماذا تقول المادة 10 من قانون النقابات؟ للعمال في أي منشأة أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، ويكون العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها. يتعلل ديوان الخدمة المدنية بالفقرة الأخيرة من هذه المادة والتي استخدمت مفردة حق الانضمام في تبريره منع تأسيس نقابات في القطاع الحكومي، وهذا التبرير مرفوض ويعتبر باطلا لعدة أسباب. رقم 1، التعميم المذكور يتعارض مع المادة 2 الفقرة جيم من قانون النقابات، والتي تنص على أن أحكام القانون تسري على العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. المادة 2 بالنص تقول: تسري أحكام هذا القانون على ألف العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، العاملين المخاطبين بأحكام القانون البحري، العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية. وبما أن القانون يسري على الفئات الثلاث، فهذا يعني أنهم يتمتعون بنفس الحقوق وتسري عليهم نفس الواجبات، وخلاف ذلك يعتبر تمييز. وبما أن
عفوا. رقم اثنين، التعميم باطل لأنه لا يمكن أن يعلو على القانون، بل هو لا يصل إلى مستوى قرار حتى. ثلاثة، التعميم يتعارض مع المادة 27 من دستور مملكة البحرين، والتي تنص على أن حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية والأهداف المشروعة وبوسائل سلمية مقفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها. أربعة، التعميم يخالف الاتفاقيتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية، اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، المادة الثانية، والتي تنص على الحق النقابي في القطاعين العام والخاص وعدم التمييز بينهما، وكذلك تعارض مع الاتفاقية رقم 98 الخاصة بمبادئ الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، واللتان تعتبران ملزمتان لحكومة البحرين وإن لم تصدق عليهما، كون البحرين عضو في هذه المنظمة الدولية ودستورها ينص على احترام مبادئ الحقوق والحريات العامة. هذا التعميم ما زال يحرم أكثر من 66 ألف عامل وموظف في القطاع الحكومي من حق التنظيم والتفاوض في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. من بعض التحديات أيضاً التي تواجه الحراك النقابي استهداف النقابيين. افتخر قانون النقابات على الحمائيات النقابية، ما شكل ثغرة استغلها بعض أصحاب العمل والشركات لاستهداف النقابيين وممارسة التعسف بحقهم وصولاً إلى الفصل من العمل. فقد كان هناك نحو 10 نقابيين مفصولين قبل صدور القانون رقم 73 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976، الذي أضاف مادة 110 مكرر إلى القانون، والتي نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110 من هذا القانون أي 1976 لا يجوز فصل العامل من عمله بسبب نشاطه النقابي، على أن تقضي المحكمة بإعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن فترة الفصل متى ما ثبت أن فصله من العمل كان بسبب نشاطه النقابي. كما أن قانون العمل الجديد رقم 36 سنة 2012 أوجد المادة رقم 104 الفقرة باء، والتي تنص على إعادة العامل المفصول تعسفيا بسبب نشاطه النقابي إلى عمله. إذا وضعنا جانبا تداعيات 2011 وما جرى من فصل لآلاف العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص، ومن ضمنهم العديد من النقابيين، نجد أن الاستهداف لم يتوقف حتى بعد وجود النص القانوني وتوقيع الاتفاق الثلاثي وعودة غالبية المفصولين إلى أعمالهم. إلى هذه اللحظة ما زال هناك 5 رؤساء وأعضاء مجالس إدارات نقابية ما زالوا مفصولين، ولم تنجح كل الجهود المبذولة لإرجاعهم إلى أعمالهم رغم وجود القانون ونص القانون الذي يعني يجرم ذلك ويطالب بعودتهم. هذا فضلا عن أن العديد من النقابين الآخرين الذين فصلوا من وتم توظيفهم في شركات أو مؤسسات أخرى برواتب وامتيازات أقل، أو أجبروا على قبول تسويات مجحفة بسبب الظروف المعيشية الصعبة. ومن ضمن التحديات أيضا التعددية. التعددية في الحقيقة خلقت تحدي آخر. وجدت التعددية النقابية بإرادة الطرف الحكومي كأحد إفرازات الأزمة السياسية في 2011، ولم تكن يوما مطلبا عماليا أو نقابيا. بعد تعديل قانون النقابات في 2012 والسماح بالتعددية النقابية في المنشأة الواحدة، وجدت حالة من الاصطفاف وتشكلت نقابتين أو أكثر في بعض الشركات. التعددية لا تتلائم مع الواقع العمالي في البحرين، حيث حجم النقابات صغير نسبياً بالمقارنة مع الدول ذات الكثافة السكانية أو القوى العاملة وكذلك الرقى الجغرافية.
تفتيت وحدة النقابات وإيجاد منافسة بينهما كما تطرق له الرفيق جواد منذ قليل، من شأنه تهديد استقلاليتها وإضعاف لقدراتها التفاوضية مع إدارات الشركات وأصحاب العمل في القضايا المطلبية المعنية بشروط وظروف العمل والمكتسبات. لذلك فإن التعددية على هذا النحو يكون المستفيد منها أصحاب العمل والحكومة. لكن وجدت حالة، سأشير هنا إلى أنه وجدت حالة واحدة استثنائية في هذا السياق، حيث استفاد العمال في إحدى المنشآت الصناعية الكبرى من التعددية وقاموا بتأسيس نقابة ثانية بإرادة عمالية خالصة، وذلك بسبب ظروف موضوعية قاهرة، حيث مثل الواقع العمالي والنقابي والإداري آنذاك حالة غير صحية واستثنائية في تلك المنشأة. المفاوضة الجماعية من التحديات أيضا هي المفاوضة الجماعية. لم يعد العديد من الشركات وأصحاب العمل يلتزم أو يكترث لآلية المفاوضات الجماعية مع النقابات، والتي تم الاتفاق عليه بين أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل، غرفة تجارة وصناعة البحرين، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وتراجع الحوار الاجتماعي أو تلاشى، وخصوصا بعد أحداث فبراير 2011، وبات العديد من القضايا النقابية معلقة بدون حلول حقيقية وعملية، كما أن بعض القضايا وصلت إلى طريق مسدود وتم تحويلها إلى القضاء ليفصل فيها، وهذه بطبيعتها عملية تأخذ زمنا طويلا في استنفاذ درجات التقاضي. أيضا من ضمن التحديات ضعف التمثيل النقابي، أي الانتساب إلى النقابات. بلغ حجم القوى العاملة في القطاع الخاص حسب إحصائية هيئة سوق العمل للنصف الثاني من عام 2016 بلغ 577,000. طبعا يعني رفيقي استعرض يعني إحصائية حديثة، منهم 103,000 بحريني و 474,000 غير بحريني. هؤلاء يحق لهم حسب القانون تأسيس نقابات لهم في أماكن العمل، غير أن المنتسبين فعليا في الوقت الحاضر لا يتجاوز 3% من القوى العاملة، أما بالنسبة إلى العمالة الوافدة فلا يتجاوز 0.5% من مجموع العمالة غير البحرينية. لا شك أن هذه نسبة متدنية جدا بالنسبة إلى مجتمع لديه حركة عمالية نقابية رائدة في حركه النضالي منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ولهذا عدة أسباب، منها الزمن القصير نسبيا للعمل النقابي في البحرين، العمل يعني بعد صدور القانون 15 سنة، الذي بدأ مع صدور القانون المرسوم بقانون رقم 33 سنة 2002 بشأن النقابات العمالية، وكذلك تصدي أصحاب العمل وإدارات الشركات النشاط النقابي باستخدام سياسة الترهيب من خلال الاستهداف والتهميش والمضايقات والحرمان من الترقي الوظيفي للعمال المنخرطين في هذا النشاط، وصولا إلى الفصل التعسفي، وكذلك فصل عدة آلاف من البحرينيين بعد أحداث فبراير. يعني مضطر أن أعود إلى فبراير لأنه يعني تداعياته جسيمة يعني وآثاره جسيمة، وكذلك فصل عدة آلاف من البحرينيين بعد أحداث فبراير 2011 بسبب النشاط النقابي، أدى إلى تقلص العضوية النقابية بشكل كبير، وما زالت تداعيات 2011 والخوف الناشئ عنها تمنع الكثير من العمال من الانتساب إلى النقابات. أيضا هذا التحدي أثر على التمثيل النقابي في المؤسسات والهيئات الرسمية. كان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تمثيل في المؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالعمل والعمال، مثل هيئة والتدريب، مثل هيئة التأمينات الاجتماعية، هيئة تنظيم سوق العمل، صندوق العمل تمكين، اللجان المشتركة بين الاتحاد وكل من وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية، وإن لم يكن يعني تمثيلا متكافئا من ناحية العدد، يعني كان في ثلاثة ممثلين على العمال و الباقي كان إلى الحكومة وإلى غرفة تجارة صناعة البحرين.
غير أن هذا التمثيل قد تم تعطيله بعد أحداث فبراير 2011 وما زال معطلا في أغلب وأهم هذه الهيئات. زد على ذلك فإن إعادة التمثيل في هذه الهيئات أصبح أقل بعد قانون التعدد النقابية ودخول اتحاد آخر إلى ساحة العمل النقابي، ما نتج عنه تقسيم المقسم وأضعاف الحوار الاجتماعي في المجالس الثلاثية. هذا التعطيل لممثل العمال نتج عنه استفراد في وضع السياسات الاقتصادية البعيدة عن الحماية الاجتماعية للعمال البحرينية، وإصدار قرارات مثل قرار البحرين الموازي وعقد العمل المرن زادت من مخاوف الطبقة العاملة البحرينية في فرص العمل ومستوى الأجور والتفريط بالأموال التأمينية للمتقاعدين. تقريبا يعني انتهيت. هذه بعض التحديات الراهنة للحركة النقابية. بالطبع يعني هناك ما يجب أن نقوم به أو ما يمكن القيام به من أجل الانتقال بهذا الواقع. إذن للتصدي للتحديات الذاتية والموضوعية للنهوض بمكانة الحركة النقابية لتكون شريك متكافئ مع طرفي الإنتاج، حكومة وأصحاب عمل، في صنع القرار الاقتصادي الاجتماعي، لا بد من القيام بعدة أمور يأتي في طليعتها: 1- إطلاق حوار اجتماعي جاد بين أطراف الإنتاج للانتقال بالواقع العمالي والنقابي إلى وضع أفضل، وتقع على الدولة مسؤولية توفير المناخ السياسي والأطر القانونية والحماية النقابية التي تمكن ممثلي العمال وأصحاب العمل من التحاور والتحدث بحرية. وهذا يتطلب قيام الدولة بالتصديق على الاتفاقيات الدولية المعنية بالحوار الاجتماعي والحق والحماية النقابية، وهي: 1- اتفاقية رقم 87 المعنية بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، ونقصد هنا اتفاقيات منظمة العمل الدولية. اتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية. اتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال. اتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي. اتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية. أيضا يجب العمل دون تأخير على زيادة العضوية والتمثيل النقابي من خلال تشكيل النقابات العامة لاحتواء العمال في القطاعات الغير ممثلة حاليا، وتجاوز تعميم أو معوق ديوان الخدمة المدنية لتمكين العمال في القطاع الحكومي من الانضمام إليها. وقد شرع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذه الخطوة بعقد مؤتمر التنظيم النقابي الأول في القطاعين العام والخاص الذي عقد في 14 يناير الماضي. مع استمرار المطالبة بإلغاء هذا التعميم، وهذه مسؤولية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ثالثا، إنشاء مجلس أعلى اقتصادي اجتماعي يضم أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، العمال، وذلك لإعداد الدراسات ووضع الاستراتيجيات الاقتصادية والتشريعات التي تراعي البعد الاجتماعي وتحقق التنمية المستدامة ومصالح جميع الأطراف بشكل عادل. 4- تشكيل مجلس أعلى للأجور يتم من خلاله دراسة التضخم وارتفاع الأسعار ومراجعته بشكل دوري ومقارنته بأجور العمال للعمل على وضع حد أدنى للأجر. أشكركم إلى استماعكم وشكرا جزيلا.